مال الواحد؟ مال الواحد؟ مال الواجد؟ مال الماجد؟ مال المؤمن؟ مال الحزين؟ مال الجبار؟ مال المعطي؟ مال المانع؟ مال الملحن؟ مال المتفضل؟ مال الكريم؟ مال الحليم؟ مال العفو؟ مال الغني؟ مال القوي؟ مال الولي؟ مال الحليم؟ مال الجليل؟ مال الوكيل؟ مال الرقيب؟ مال القريب؟ مال المجيب؟ مال السلام؟ مال المؤمن؟ مال المهيمن؟ مال العزيز؟ مال الجبار؟ مال المتكبر؟ مال الخالق؟ مال البارئ؟ مال المصور؟ مال الحكيم؟ مال الجليل؟ مال القوي؟ مال العلي؟ مال الكبير؟ مال المتعال؟ مال الواجد؟ مال الماجد؟ مال فقل يا الله. إذا سألت فقل يا الله. إذا استعنت فقل يا الله. إذا توكلت فقل يا الله. إذا نمت على فراش المرض فقل يا الله. إذا جاءك ملك الموت فقل يا الله. يا الله. يا الشمس وعلي القمر، الشمس علي، القمر علي، الأفلاك علي، النجوم علي، اللوح علي، العرش علي، القلم علي، الهواء علي، الحجر علي، الشجر علي، الثمر علي، الماء علي، الهواء علي، العين علي، اليد علي، صاحب الفتوحات علي، القرآن علي، الحمد علي، يونس علي، أنبياء الله علي، آدم علي، ونوح علي، وموسى علي، وعيسى علي، بعد ماذا؟ ومحمد علي، وعلي محمد صلى الله عليه وآله، وفاطمة علي، والحسن علي، والحسين علي، والسجاد علي، والصادق والباقر علي، والكاظم علي، والرضا علي، والجواد علي، والهادي علي، وكلهم من علي، وكلهم علي، وكلهم لعلي، بل المهدي علي، والحج علي، والقائم علي، الأول علي، الآخر علي، الظاهر علي، الباطن علي، الفاتق علي، الراتق علي، الناشر علي، العالم علي، المسبح علي، المجاهد علي، المدافع علي، المحامي علي، الولي علي، العصمة علي، الأمير علي، النور علي، الهداية علي، الفتوة علي، الرجل علي، بعد ماذا؟ العصمة علي، الولاية علي، الإمام علي، التوراة علي، الإنجيل علي، نور الله علي، يد الله علي، جنب الله علي، الكل لعلي ومن علي وبعلي، وأمر الله جبريل أن يصرخ بين السماوات والأرض: لا سيف إلا ذو الفقار، لا فتى إلا علي، بأبي أنت وأمي علي. أمير المؤمنين في الحديث الشريف يقول: أنا أحيي وأنا أميت وأنا حي لا أموت. ترى أنا أحيي وأميت على نحو الاستقلالية، نعم هذا غلو، لكن أنا أحيي وأميت بإذن الله. الله أعطاني هذه القدرة، أنا كنت مظهرا لأسماء الله، الله هو المحيي هو المميت وأنا مظهر لهذا الاسم. أمير المؤمنين ذلك العظيم الذي نعتقد أن السماوات والأرض والكون لأجلهم خلق، هذه عقيدتنا. قبل أيام كان عيد ميلاد السيد المسيح الذي يتشرف أن يكون عبدا لعلي بن أبي طالب.